يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح حديث أن الذين تكلموا في المهدي ثلاثة، عيسى وصاحب الراهب الذي اتهم بحمل المرأة وصاحب الأخدود؟ نعم، المسيح عليه السلام والغلام جريج الذي اتهم به وألصق بجريج عليه رحمه الله ورضي عنه، فجريج غمزه بأصبعه وقال أسألك بالله من أبوك؟ قال الراعي. هل الغلام؟ قال أبوي الراعي وهو في المهد. فظهر كذب من ألصقوه بجريج رحمه الله العابد، والثالث الغلام هذا اللي تكلم مع أمه لما أرادوا أن يلقوها في الحفرة المشتعلة، تلكأت فقال اصبري يا أمه فإنك على الحق. نعم.